السلام عليكم، معكم اختك على لقطات يوتيوب. صراحه كانت اكسبيريونس زوينه، زعما بروفينا اننا فهمتي فين مشيتي الراب المغربي يقدر يتسمع. هاد اللعيبه فريمون كانت واحد الحاجه امبورطون بالنسبه لا ليا لا للستورمي. عرفنا باللي بصح كاين بوبليك الراب المغربي فين مشيت، تلاقيت بالدراري المغاربه اللي كاينين تما بحال اولدي انيس بيكيد ميدفليد اللي هو ديال جيم لونسيان جينيراسيون، هو اللي كنشد لينا لا طابل. با فورسيمون تلاقيت بديزارتيست كوار ولا بويض، هو نقدروا نشوفوا حنايا اون طونك كوميونيتي ماروكان كيفاش نقدروا نبروفيو راسنا باللغه ديالنا وبلي موين اللي عندنا في بغيس اللي شويه ديفلوبي. اول تراك ديال الراب سمعته جو بونس بحال بزاف ديال الناس الخوف ديال دون بيغ، امباكتاني بزاف. ومن بعد كان واحد تراك ديال بيغي سمولز سويت سايد وفوت، هو اللي سمعته وقلت يمكن هاد الموسيقى هي اللي مديوره ليا، هي اللي فريمون نقدر نعيش منها ونعيش بيها. ديما كانوا سطات في الراب المغربي، كاين بزاف ديال السميات اللي بدلوا ليستواغ ديال الراب المغربي. تخيل ان فواحد الوقيته ديال التسعينات ولا ديبي ديال لي زاني 2000 سطات ما كانش يمكن لهم انهم يكونوا في دومين بحال الراب. كاين سلطانات تايغريس فلو، كاين طوندريس كانت امبوزي راسها، شات سطات يقدروا يديروا الراب ويقدروا يديروه مزيان. زعما الراب في 2013 دونك ماشي يلاه يلاه. 2016 بديت كنكتب، شي واحد لي زكسبيريونس شويه صعاب، لقيت راسي سبونتانيمون كنكتب. بديت كنفري ستايل، كنطلع في لي زوبن مايك ونلعب تراك ولا فري ستايل. ولكن فوقاش بديت بصح هي في 2019 في اوكي واي تشالنج، من بعد فري ستايل ديالي انبريديكتبل فري ستايل، وعاد ابخي بأوغ سيري. سيري بالنسبه ليا واحد التراك اللي عاوني بزاف، كان بحال شي ترامبلان، مي اون ميم طون سي واحد التراك اللي تيستيت راسي فيه واللي جي اتي تيستي فيه. شكون هي بنت كدير موسيقى في المغرب وتحطي في واحد لا كولابوراسيون اللي فيها بزاف ديال لي زارتيست دو بوا، لعيبات شويه كي فريمون كيخربقوك ديال كيفاش انك تقدر تكون فان ديال واحد لارتيست وانك تيفولوي بواحد الطريقه اللي كتخليك تولي معاها في نفس لا كولابوراسيون نفس البروجي. اكسكلو بوغ لقطات عندي تراك اللي قريب غيخرج سميتو بوردر لاين، برودوي باغ في بي حوس وكارتمان، رياليزي باغ سفيان زهير. تراك زعما كيعني ليا بزاف د الحوايج، فيه بزاف د الصدق. زعما ما حاولتش انني نمشي في لا ويف اللي كلشي باغي يديرها، حاولت نكتب داكشي اللي كنحس به وجيسبيغ انه يعجب بنادم وان بنادم يفهمو. الانترفيو ناضي، لقطات ناضيين، وهذا ما كان، شكرا بزاف.